اهلا بيكو في قناه تعلم الايطاليه مع لارا او امبارا ايطاليانو كون لارا. رجعلكم النهارده في فيديو هديكوا فيه شويه نصايح كده تمشوا عليها علشان لو بتواجهكوا صعوبات في الايطالي. انا جالي سؤال، او السؤال ده اتكرر باكتر من مره، حد يجي يقول لي مثلا انا عارف الكلمات وعارف الافعال بس ما بعرفش اعمل جمله او ما بعرفش اتكلم. طيب الشخص ده او الناس دي ليه ما بتعرفش تتكلم؟ بص يا جماعة، اهم حاجة علشان تتعلموا اللغة خلاص لازم تطلعوا. يعني ايه لازم نطلع؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا كطالب مثلا ذكرت 5 افعال وخمس كلمات. الافعال دي عرفتها في المضارع في البريزنت وعرفتها في الماضي. طيب وبعدين؟ وانت لازم بقى تطلع. الاطلاع ده بيكون عن طريق انك تحل كتير. لازم تحل كتير. ليه؟ لان احنا مثلا لما نيجي نقول نحل جملة زي ماريو بيز اللاتي، ماريو بيشرب اللبن، خلاص انت ايدك هتاخد على انك تصرف فيربو بيري مع اللوي او اللي بيز. لما اجي مثلا اقول ايه وبعده اسكولا، خلاص انت هيثبت هنا عندك في دماغك ان بعده هي تصريف فيربو امبري مع الايو. يبقى انت لازم تحل كتير. رقم واحد الحل الكتير. احل منين؟ طيب اول حاجة احنا عندنا الانترنت ده ثروة قومية، اوكي؟ لو انت كتبت مثلا ايزرشيتسي وجنبيها كلمة بي دي اف، خلاص ايزرشيتسي مثلا على البريزنت وجنبيها كلمة بي دي اف هيطلع لك تمارين كتير جدا. دي رقم واحد. رقم اثنين ممكن نعمل ايه تاني؟ في بعض المواقع اللي مثلا انت بتحل وبعد ما بتخلص بتقول لك ايه الغلط بتاعك. حلو؟ طيب يبقى اول حاجه نحل كتير. تاني حاجه نقرا كتير. هتقولي هنقرا ايه واحنا لسه مبتدئين في اللغه؟ اقرا الفابولا، القصص بتاعه الاطفال، الستيله او الاسلوب بتاعها يكون سهل جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. طيب لو الكلمات مش عارفينها عندك الديكشناريو، خلاص يكون عندك قاموس الكتروني. حد يقولي نستخدم جوجل، ياكل استخدموا جوجل في الترجمه. جوجل سيء. كل واحد يكون عنده ديكسيوناريو ايطاليانو عربي، خلاص يا اما ينزله من البلاي ستور على جوجل، خلاص، او ممكن يشتري قاموس ورقي زي ما انا عامله. انا عن نفسي بستخدم القاموس الورقي، ولكن انا بستخدم ديكسيوناريو ايطاليانو ايطاليانو. طبعا ده يعني بعد سنين خبرة، يعني انا ما طلعتش استخدمته فجأة. انا في الاول في بداية دراستي استخدمت الايطاليانو عربي، شوية بشوية ابتديت استخدم الايطاليانو الايطاليانو. طيب يبقى تاني حاجة نقرا. تالت حاجة نسمع. فايدة السمع ايه؟ السمع هيحسن عندنا النطق. ازاي هيحسن النطق؟ انت دلوقتي بتسمع الكلمة بتتنطق بصورة معينة. يعني مثلا كلمة باورة، حد يجي ينطق مثلا باورة كده، خلاص. يعني اي كلمة انت بتتلخبط في نطقها مثلا هي لوي، في ناس بينطقها لوي وهكذا. يبقى نسمع. نسمع ايه؟ اسمع اغاني، خلاص، اسمع افلام، اسمع نشرات اخبار، اسمع كل اللي انت عاوزه، اسمع كرتون حتى. تلات خطوات دي لازم تعملوها علشان تتعلموا اللغة. محدش هيطلع يتعلم اللغة بين يوم وليلة. حتى الناس اللي هي مثلا بتقول ده انا والله بقالي سنتين بتعلم، وعند بقالك سنتين بتعلم، بس لازم بقى تبتدي انك تطبق اللي انت اتعلمته ده. اسمع، اقرا، شوف، وحل. دي كانت نصيحتي، اتمنى انكم استفدتوا، وان شاء الله المره الجايه هعمل خطه، خلاص، لليفلو اونو ادو، الحاجات اللي هي بتدرس في هذا الليفلو، وخطه تمشوا عليها، واسامي الكتب اللي انا عن نفسي بشتغل منها وبدي منها في الكورسات. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. تشاو.